ورفعنا لك ذكرك. يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى أحسن، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب. طباب الحق خوذتنا، ومسجدنا معسكرنا، جنود الحق والإيمان. فلا غلمس يطغرنا، ولا غدر سيضعفنا، فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان. قل فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا، اصبروا صبرا جميلا، إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا. يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا، إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا. خذ دمانا نحن من يرمي اللواء ومن سوانا، نحن نهديه الفداء. خذ دمانا أخذكم أخذا وبيلا، فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا، زمرة الطويار سحقا أخذكم أخذا وبيلا، فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا. خذ دمانا نحن من يرمي اللواء ومن سوانا، نحن نفديه الفداء. خذ دمانا شامخا حرا اصيلا، انه نصر مبين اوسة وسلسبيلا. خذ غمارا انت فيه شامخا حرا اصيلا، انه نصر مبين اوسة وسلسبيلا. خذ دمانا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا. خذ دمانا نحن من يرمي اللواء من سوانا، نحن نهديه الفداء. خذ دمانا.
فيسبوك وإنستجرام وتليجرام، الروابط كلها تحت الفيديو. اشترك في القناة بالضغط على الدائرة اللي في النص، وشوف كمان فيديوهاتنا اللي فاتت، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.